Assalamu alaikum, Dr. Shang. I heard recently a lot of people come out to ask for raising salary. Do you have any suggestion for government to give solutions? Wa alaikum assalam. طبعاً من حقهم، لأن الوضع الاقتصادي الآن بالعراق جداً سيء، خاصة بعد ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار العراقي. لكن الدولة في وادي ومطالب الجماهير في وادي، يعني دائماً الدولة تروح أو تذهب إلى الحلول البسيطة، وهي تروح تزيد الرواتب. طبعاً أنا مو ضده، لكن الطريقة الأنسب بمكان لا تزيد الرواتب أكو ألف طريقة، هي طرق استراتيجية لمعالجة الأزمات. واحدة من الطرق أذكر من عدها اللي هي طريقة جدا مهمة، يعني على سبيل المثال تقليل النفقات مات المواطنين. أنت إذا قللت النفقات بنسبة 50% أو 60% فيها، بالتالي راح يصير ثائر عند المواطن من خلال الراتب اللي يأخذه وليس عجز. وعملية التقليل فقط بتحسين المشاريع الاستراتيجية، يعني أنا أضرب مثل واحد فقط، تحسين خطوط النقل أو نقل البضائع من دول العالم إلى العراق، هذه البلاتفورم مثلاً لزادا، الأمازون، في السعودية نون، تتنوع في الصين علي بابا، أنت تقدر تطلب أي منتج يوصل لك وبالأسعار اللي ما حد راح يقدر يغشك فيها، لأن التنافس كبير بين الشركات الكبيرة والصغيرة وبين الأفراد اللي عندهم هم individual manufacturing ويصنعون. يعني أضرب مثل بسيط حتى أوضح الفكرة مالتي. قبل فترة التليفون مالتي انكسر الكفر مالتي، الكفر الخلفي، فرحت إلى أحد التجار حتى أغيره أو أحد المحلات اللي موجودة في العراق، فقال لي هذا الكفر سعره $50، نهايته الخلفية مات الكفر نهايته $50. من دخلت على الموقع، أحد المواقع اللي اسمه لزادا، اللي هو شبيه بموقع علي بابا لأن هو سب من موقع علي بابا، شفت هذا الكفر ما يتجاوز سعره $2، بالتالي قدرت أطلبه لأن أنا أروح وأجي أسافر وأجي، فطلبته على الدولة اللي أنا راح أسافر لها، ورحت بصندوق البريد مالتي اللي أنا راح أسكن استلمت، ما كلفني $2. في حين بالعراق المواطن هذه السلعة راح يأخذها $50 مثلا، راح يأخذ سلعة أخرى ب80% أكثر من سعرها الأساس اللي ممكن يشتري، في حال ما كان لو عندنا بلاتفورم، وهذه البلاتفورم ما تنجح إذا ما كان عندنا وسائل نقل، طرق نقل حيوية وصحيحة وسياسات ضريبية صحيحة. يعني مو يروح المواطن يجيب، يعني أكو عندي طلابي أنا أدرسهم تخرجوا، فبدأوا الطلاب يشتغلون في الأمازون يجيبون بضائع ويسوقوها على الفيسبوك. حاربتهم الدولة بسياساتها الضريبية الغير صحيحة وفرض الضرائب على الأمور اللي تأخذها، فيراد أيضا نعيد النظر بالسياسة الضريبية وتفعيل مثل هذه البلاتفورم بحيث ما يطلع النتاجر خلال يومين أو أسبوع ركب له جي كلاس $600 مليون، أعتقد سعرها، منين جاب هذه الفلوس؟ هو من استغلال المواطن. كثير من التجار الجشعين بكثير المنتج بكل أنواع المنتجات والسلع والخدمات، لو كان عندنا بلاتفورم خاصة ونقدر نمنحها للمواطنين، 70% من نفقات المواطنين ومصاريفهم راح تقل، وأنا عندي دراسة كاملة بهذا الصدد. السلام عليكم، شلونكم؟ Let's welcome to Dr. Knowledge Sharing Hisham Ahashmi. Let's join this wonderful journey together.